الآن في سوق الغمراوي في منطقة المنيا لرصد أسعار الخضروات والفاكهة، ونحن في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. نحاول خلال الدقائق القادمة من خلال يعني لقاءات نجريها مع التجار، مع المستهلكين والزبائن الذين يقدمون ويأتون إلى هذا السوق، التعرف على التغيرات التي ربما تكون قد طرأت على أسعار بعض السلع والخضروات. هل شهر رمضان انعكس على أسعار السلع والخضروات؟ هذا سنحاول الحصول عليه من خلال اللقاءات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. الاسعار عامله ايه بشكل عام عندك؟ يعني هل في تغيرات من شهر رمضان ولا الاسعار زي ما هي؟ لا، ما فيش تغيرات ولا حاجه، بس هو الاسعار ماشيه والحمد لله، والحمد لله ما فيش حاجه، يعني كل حاجه 100 100. ما في كل الاحوال الحمد لله، بس احنا بنقول انت كتاجر يعني دلوقتي انت بتجيب يعني بسعر الجمله وبتعرض للتجزئه. يعني هل المعروض مثلا من الطماطم السنه دي كتير شويه فلذلك انعكس على السعر وانخفض السعر شويه؟ السنه دي كتير قوي، يعني من سنه او سنتين كانت ب 4 جنيه وب 3 جنيه وب 5 جنيه، دلوقتي نزلت يعني الحمد لله. في اقبال شديد يعني كويس يعني الحمد لله. طب يعني مثلا على سبيل المثال معالي محمد، لا معالي محمد اسالك مثلا، يعني سعر الطماطم في بعض المناطق انا شايفه كيلو بس ب 50 قرش، عندك هنا في المنيا بجنيه ونص، هل طبيعه المكان بتاثر على الاسعار؟ الوطن اللي حاطين على 50 وجنيه و80 قرش دي مستويه يعني وكده، يعني في يعني في يعني مش كل الاسعار يعني. طب اسعار البصل عندك بكام دلوقتي؟ ب 2 جنيه. البصل الاحمر والابيض نفس السعر؟ اه 2 جنيه. في شيء يعني الحمد لله يعني كويس. من سنتين كان ب 3 جنيه وب 4 جنيه البصل. في رمضان؟ اه. يعني الحمد لله السنه دي كويس يعني. طب ايه الاسباب من وجهه نظرك يا معلم محمد اللي ادت الى انخفاض اسعار الخضروات هذا العام في رمضان ده؟ والله يا هل له علاقه بالوضع السياسي في مصر، انتخاب رئيس جديد ولا؟ لا كويس يعني، ما من غير كل سنة يعني، يعني ما بس الجو حر برضو ما في شيء، الخضار برخيص في الصيف وكده يعني. شكرا معلم. ننتقل إلى يعني إلى مكان آخر هنا داخل سوق الغمراوي لرصد أسعار السلع الفجاه. السلام عليكم. ازيك يا معلمة؟ أخبارك عاملة إيه؟ إيه أسعار عندك عاملة إيه السنة دي؟ أسعار القرع بكام والبتنجال بكام؟ يا ريت تقول لنا يعني الحاجات اللي عندك كده من اول. بص للكاميرا يا حاج، بص للكاميرا. يعني من اول كده يعني اسعار الليمون بكام عندك كيلو النهارده؟ 8 جنيه. 8 جنيه. خش كده. هروح فين بقى؟ ريحنا عشان اخلص. طب والجزر بكام؟ الجزر ب 3. الجزر ب 3 جنيه. طب والخيار؟ الخيار ب 4. يا ريت كده يعني انت تمر على الاسعار الحاجات كده ماشي. والفلفل كده ب 4 والبتنجان ب 2 والابيض في ب 4 وفي ب 5، مش كله يعني. بس والكوسه هي اللي زايده، هي والفاصوليا. بكام كيلو كوسه يا حاجه؟ 5 جنيه. 5 جنيه. والفاصوليا بقت بتتباع ب 9 وب 10. اللي هي الفاصوليا الخضراء؟ ايوه. طب الباميه بكام حضرتك؟ الباميه؟ ب 9 جنيه. ب 9 جنيه. طب اسالك بقى، شوف الحاجات اللي انتم مجهزينها للزباين ديت، انا شايف في باميه، شايف في توم متفصص، دي اسعارها كام حضرتك؟ ده الكيلو بكام حضرتك؟ 5 جنيه. 5 جنيه. ده اسمه ايه ده؟ كوكتيل ده ولا ايه؟ ده شربة خضار. شربة خضار. طب ايه اللي راح فين يا معلمة؟ الفلفل بكام ديت؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه؟ ايوه. طب انت يعني ايه كده مجهزاها للطبخ على طول ولا ايه؟ اه هم عايزينه كده، هو ده الشغل اللي شغال لي اليومين دول. طب والبامية ديت بكام بقى؟ ب 9. ب 9 يعني مقابل انت؟ عشان في ناس بتنظف بتاخد على كيلو جنيه. يعني انت عشان تأميع الباميه بتاخد جنيه؟ لا مش انا، الست اللي بتنظف. حيوان. الست اللي بتنظف بتاخد على الكيلو جنيه. الست بتنظف بتاخد على الكيلو جنيه. ما احنا معانا ناس هنا بتشتغل بتنظف الحاجات دي. ماشي يا مدام، كل سنه طيب. ننتقل الى مكان اخر هنا في سوق الغمراوي. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ اخبارك عامل ايه؟ ايه الحركه عندك عامله ايه في رمضان؟ الحمد لله تمام. 100 100. الحمد لله احسن شويه. بالنسبه للاسعار ولا ايه؟ لا بالنسبه للاقبال الناس الزباين عامل ايه عندك في رمضان؟ النهار بيبقى خفيف شويه، بالليل بيبقى شغل احسن شويه، يكون الجو هدى شويه، الحراره خفت. طب اكتر وقت في رمضان اللي بيبقى فيه عندك تكدس في الزباين وقت ايه؟ هل الصبح هل الظهر العصر؟ بالليل. يبقى بالليل. بالليل بعد العشاء كده. بعد العشاء بيبقى الجو هادي شويه، بعد صلاه العشاء.
بعد صلاة العشاء بيبقى أحسن. طب هل بعد صلاة العشاء البضاعة اللي بتجي لك بتبقى بضاعة يعني طازة ولا بتبقى بضاعة بايتة يعني؟ كلها بتبقى جديدة أول بأول. أول بأول. بتبقى جديدة. طب قول لنا يعني الأسعار اللي عندك كده، سعر الفلفل، البتنجان، الخيار. الفلفل بأربعة جنيه وفي باتنين جنيه، الخيار بأربعة، الكوسة بأربعة، البامية بثمانية، البتنجان الرومي بجنيه ونص، الملوخية الحزمة بجنيه، البطاطس باتنين ونص. يعني الملوخية مش بالكيلو يعني؟ الكيلو يعمل 2 جنيه لو بالكيلو. يعمل 2 جنيه. بس الحزمه بجنيه يعملها حوالي نص كيلو. بس البطاطس ب 2 ونص، الطماطم بجنيه ونص احسن طماطم. طب ليه انا حاسس ان البطاطس غلي شويه مش كده ولا ايه؟ غلي شويه لان دلوقتي بتطلع المخزونه مش اللي في الارض. ما تطلعش من الارض او تيجي على طول. بس كسر بتطلع اللي مخزونه. عشان كده رافعه شويه. لان معظمها بيبقى مش حلو. يعني البطاطس قبل رمضان كان الكيلو بجنيه مثلا يعني. على حسب، بس فيها تحمير وفيها صينية زي كده. التحمير باتنين ونص دلوقتي، احسن بطاطس باتنين ونص. طيب كل سنة طيب. السلام عليكم يا مدام، ايه الاسعار عند عامله ايه؟ اسعار القرع عامله ايه؟ كله زي ما مالك كده اتفزعت ليه؟ ها؟ كل السوق سعر واحد. بكام انت هتشتري النهارده؟ كوسه. لا مش ضروري. بص انت ايه هتطبخ ولا تعملي محشي ده ولا ايه؟ محشي حلو مش وحش. ما انت شايف الاسعار غاليه شويه؟ كيلو غاليه. بكام بقى؟ كم كيلو قرع بقى؟ ده كيلو ب 4 جنيه. حرام والله. حرام؟ حرام. حرام ليه؟ الحاجه غاليه. في ناس غلبانه ما تقدرش تجيب الحاجه دي برضه. والله. بص للكاميرا عشان تطلعي. لا انا مش عايزه ابص. السلام عليكم. سلام. ايه الاسعار؟ شايف اسعار الفكاهه والخضار عامله ايه في رمضان دلوقتي؟ كويس الحمد لله النهارده. كويس جدا النهارده. يعني الطماطم ب 2 جنيه. بجنيه ونص هي مكتوب عليها. 2 جنيه حلوه. لا الطماطم حلوه ب 2 جنيه والله جايبها. وكوسه باربعه، خيار باربعه. يعني الاسعار كويسه في متناول اليد يعني. متناول الجميع النهارده ان شاء الله. طب انت شايف هل في سلع معينه يعني مش موجوده في السوق؟ لا فالموجود منها بيرتفع سعره ولا؟ كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده. بصل موجود، بطاطس موجوده، باذنجان، فلفل، كل حاجه موجوده. طب قول لي بقى انت بتوضع ايه بقى كده؟ يعني النهارده محشي النهارده. محشي النهارده. ليه النهارده تحديدا محشي؟ بقى النصيب بقى النهارده محشي. محشي النهارده. محشي ايه؟ قرع ولا باذنجان ولا؟ بتاع ده كوسه. فلفل، باذنجان. ورق عنب. يعني جميع التشكيله تمام. جميع انواع المحشي النهارده. عامل تشكيله. المحشي النهارده ان شاء الله. ايه انت بتشتري ورق عنب ولا ايه؟ ب 20 جنيه كيلو ورق العنب. كيلو الورق العنب ب 20 جنيه. كل حاجه غاليه اصلا دلوقتي. ما حرام كده. في ناس غلابه معاش اللي هي تجيب ده كله. كل حاجه غاليه. وفي مش شرط ياكل ورق عنب، ياكل بتنجال، ياكل كوسه. طب ما احنا عايزين كل حاجه رخيصه عشان الناس تقدر تجيب حاجه. كله غالي كده مش هينفع. حرام كده. طب مين السبب في ارتفاع؟ عالم التجار ولا الزباين ولا مين يعني؟ التجار غصب عنهم. ما هي بتيجي الحاجه غاليه من عندهم فلازم يغلوها على الزبون. صح ولا مش صح؟ فهو غصب عن الناس برضو لازم تبيعها غالي. في مواصلات وفي عربيات وفي تجار بتاخد وفي ده وفي ده، فلازم يغلوا الحاجه. وعلى مين؟ على قلب الزبون، على ناس الغلاب. هتجيب منين كل ده؟ صح ولا مش صح؟ كفايه بقى عشان مش كل سنه طيبه. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ننتقل الى مكان اخر هنا في سوق الغمراوي خاص ببيع الدواجن. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ ازي حضرتك؟ اخبارك عامل ايه؟ كل سنه طيب. طيب يا باشا. ايه بقى، قولي اسعار الطيور عندك عامله ايه النهارده؟ هي 16 ونص 17. ايه 16 ونص؟ 16 ونص. طب قول لي بقى، شوف اللي عندك كده، الفراخ البيضه بكام؟ الفراخ الحمراء بكام؟ الفراخ البلدي بكام؟ البط بكام؟ اعمل لي رز كده لايه؟ للراجل اللي قاعد في البيت عشان ايه لما يجي السوق يبقى عارف ميزانيته، هيشتري فراخ بيضه ولا يشتري فراخ بلدي ولا؟ وعلى فكره الاسعار البضاعه البلدي رفعت. البيضه بكام بقى؟ البيضه ب 16 جنيه ونص. رفعت شويه صح؟ يعني المفروض تنزل دلوقتي، المفروض تتباع ب 13 جنيه و12 جنيه. طب السبب ايه من وجهه نظرك؟ يعني قبل ما بتوصل هنا برضو بتبقى اتكلفت وكده، برضو وصلت فلوس، وبعدين الاسعار غاليه. عندك البضاعه البلدي، البط والحمام والحاجات دي رفعت برضو، المفروض تنزل. يعني عندك البط ب 33 جنيه. بط بلدي 33، فراخ بلدي عامله 20 جنيه، وفراخ عتاي
تاخد 21 جنيه 21 ونص. والفيليب 40 جنيه. طب انت يعني سمعت ان في دلوقتي بيقولوا ايه في حكومه جديده هتتشكل وليها رئيس وزراء جديد، لسه جاي خبر عاجل دلوقتي ان تسمع عن وزير الري ولا لا؟ الدكتور هشام قنديل تسمع عنه؟ لا اسمعش عنه لسه ما عرفناش حد. طيب الدكتور هشام قنديل هو المرشح اللي يكون رئيس الوزراء، تامل ايه من رئيس الوزراء الجديد ان شاء الله؟ نتمنى له كل خير ويقف للبلد مظبوط بثبات ويظبط البلد شويه مع الرئيس محمد مرسي وتفوق شويه مع البلد ويحركوا الجو شويه وخلي ما فيش حركه اساسا من اول رمضان الجو رايح برده ما فيش حد اشتغل لسه. فالمفروض الناس برده ايه مش قادره تطلع فلوس وما معاش ومش قادره تشتغل ولا قادره تاكل. اقول لك بقى رئيس الحكومه انت دلوقتي راجل تاجر بتاع فراخ وعندك مجزر بتاع دواجن. عندي كل حاجه. طيب ايه المفروض على الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء الجديد يعملوا عشان ايه تستقر اسعار هذه السلعة وتبقى التاجر يكسب وتصل للمستهلك بسعر مناسب، يعمل ايه؟ اولا تعمل كمية بضاعة كتيرة، تطلع مزرعة الدواجن تزود في الحاجات عشان برضو ايه يستورد منها يلاقي برضو في كمية تانية. يعني بحس ما فيش حاجة تعجز عندهم وكده في المزارع. ما كملتش بقى قلت لي بقى الفراخ البلد بكام؟ البلد الشمرطة 20 جنيه. الشمر ده ب 20 جنيه الاحمر ده. والديك الكبيرة دي ب 21 جنيه. الديك ده بس باين عليه عجوز. بياخد سوا. بكام قلت لك كيلو كام؟ الكيلو منه ب 21 جنيه. 21 جنيه؟ ايه طبعا عندك بقى الرومي بكام؟ الرومي 34. 34 جنيه؟ طب والبط بره؟ 33. 33 جنيه. طيب كل اسعار كل مولع. طيب يعني ما زلنا هنا في سوق الغمراوي لرصد اسعار السلع والخضروات والدواجن مع في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. ننتقل الى يعني صانع القطايف هنا. السلام عليكم يا حاج. كل سنه وانت طيب. ايه اخبار القطايف معاك عامله ايه؟ يعني اكيد يعني اكتر حاجه الناس بتقبل عليها في رمضان هي القطايف والكنافه مش كده؟ ان شاء الله. طب هقول لك خبر دلوقتي، خبر مهم جدا. انت مش منتظر ان في حكومه جديده تتشكل؟ طبعا. طيب دلوقتي جاي خبر عاجل ان الدكتور هشام قنديل اللي هو وزير الري هيبقى رئيس وزراء. يعني رايك يعني الرئيس الوزراء الجديد ده هيساعد على استقرار الاوضاع واستقرار الاسعار ولا لا؟ والله لو البلد استقرت على الحال دوت وبقى كويس هنبقى كويسين، غير كده بقى هنتعب. طب انت تسمع الدكتور هشام قنديل ولا لا؟ انا بسمع عليه. اللي هو وزير الري. بسمع عليه. يعني هيساعد على استقرار الاوضاع؟ احنا عايزين ان الناس ربنا يوفقها في شغلها ويشتغلوا ونعيش ونعيش كويس ومستقرين في البلد بتاعتنا دي. ماشي، شكرا جزيلا. كل سنه طيب. ما زلنا في سوق الغمراوي نتنقل ما بين مكان واخر لرصد التغيرات في الاسعار، ونحن في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. يعني سننتقل الان في سوق الغمراوي الى تاجر الفاكهه هنا في سوق الغمراوي. السلام عليكم. تعال يا معلم تعال. يا مرحبا سعادتك. ازيك يا معلم؟ يا مرحبا. كل سنه طيب. وانت طيب يا باشا. ايه بقى الفاكهه عندك في رمضان عامله ايه؟ بص للكاميرا كده قول لي بقى، هل المعروض في الفاكهه في رمضان كتير ولا قليل شويه؟ كتير كتير وما فيش زبون. كتير وما فيش زبون. طب معنى ذلك ان الاسعار انخفضت يعني؟ الاسعار منخفضه جدا. مانجا كانت بتتباع ب 15 بنبيعها ب 10 جنيه. مانجا صديقه. البطيخ برضو يعني هو زاد شويه بس في موجود. طب تعال ندخل عند البطيخ. تعال تعال. اتفضل يا معلم اتفضل اتفضل. اتفضل. البطيخ ايه ب 10 جنيه الواحد؟ ده البطيخ ايه ده؟ نمس ده؟ نمس ب 10 جنيه البطيخ. دي كفايه كام كيلو؟ ب 10 جنيه فيها 10 كيلو ايه؟ و 12 كيلو ب 10 جنيه مفيش زبون اهي. يعني طب ده يعني قبل التسجيل وبعد التسجيل ولا بعد التسجيل هتقول له؟ والله لا ليه يا عم ليه؟ فيها كام كيلو قلت لي؟ فيها 12 كيلو و 10 كيلو. نمس. طب والبطيخ العادي؟ البطيخ العادي هي ب 10 جنيه برضه ب 12 جنيه. فيها برضه 8 كيلو و10 كيلو اهي اهي ب 10 جنيه وب 12 جنيه الواحده.
ودي يعني وجهة نظرك يا معلم، هل اسعار الفاكهه انت كتاجر فاكهه ويبدو من الفرشه بتاعتك ان انت من اكبر تجار الفاكهه هنا في الغمراوي، اتفضل، هل يعني اسعار الفاكهه والخضروات مستقره ولا بحاجه الى نوع من مستقر؟ الاسعار نزلت حتى في السوق العمومي، قفص القوطه ب 10 جنيه صحابات القوطه اتخرب بيوتها ب 10 جنيه، ما فيش حد راضي ياخدها بجنيه عندنا هي وب 75 ونص جنيه كل حاجه. والفلفل ايه بعد ما كان بخمسه وبسته بقى باربعه وبثلاثه. طب يعني عدم استقرار الاسعار ده هل له علاقه بالوضع السياسي في مصر وعدم تشكيل حكومه جديده ولا انت وجهه نظرك؟ ايوه يا باشا عدم، هو كلامك مظبوط. ليه مفيش تصدير؟ الحاجه بتاعتنا دي لو في تصدير كل حاجه تنسحب. البطاطس دي اهي دي الايام دي ما كانتش بتيجي هنا، كانت بتتصدر. طب بس احنا يهمنا برضو ان المستهلك الموجود في مصر يا باشا يعني السعر يكون رخيص شويه. ماشي، ما هو رخيص بس ما فيش سحب. طب انت يعني تسمع عن الدكتور هشام قنديل وزير الراي ولا لا؟ ايوه يا باشا. طب هو دلوقتي الدكتور هشام قنديل مرشح ان يكون رئيس الوزراء ورئيس الحكومه الجديده، يعني رايك اختيار او ترشيح الدكتور هشام قنديل وزير الراي ليكون رئيس حكومه هيساعد على استقرار الوضع في الاسواق ولا لا؟ يساعد، عشان خاطر كمان عندنا بذره ان هو بيجي لها لو مؤاخذه بقى ايه سوسه في البتاع ديت في البذره. هو بقى طبعا هيجيب كل حاجه، هيجيب الحاجه السليمه، هيجيب الحاجة السليمة، هو راجل محترم. طب القرع العسل بكام بقى؟ اهو بكام القرع العسل ده؟ كيلو ونص كيلو ب 2 جنيه الكيلو. ب 2 جنيه الكيلو اهو، قرع اهو، قرع اهوت متعلق اهوت وكل حاجة. جاي لك منين القرع العسل ده؟ وده جاي منين؟ انا جايبه من العبور. من العبور؟ انا جايبه من العبور بجنيه، جايبه بجنيه. بجنيه جايبه بجنيه الكيلو جملة. طب تعالى الناحية التانية جايبه جملة. تعالى عندك انواع مختلفة من المانجا كده، شوفوا المانجا والعنب، اتفضل يا معلم. ها يا معلم زينه يعني؟ لا لا شد معلم، خد قول لي بقى اسعار العنب بكام؟ اهو بكام اسعار العنب ده؟ بخمسة جنيه بناتي اصلي. ده بناتي بناتي بلدي بناتي. طب يعني السعر ده، هل السعر ده هو السنة اللي فاتت كان العنب طالع بنفس السعر ده؟ 7 جنيه و8 جنيه السنة اللي فاتت. زي الأيام دي كان ب7 و8. أهو. وعندنا مانجا هندي هيت هندي وتيمور تيمور وزبدية أهي قدام سيادتك ب8 جنيه. يعني أنت جيت على غفلة أهو. وتفاح أهو 100 أصلي. أهو ب6 جنيه. المانجا دي مانجا نوعها إيه؟ هندي. هندي ورا كده؟ طيبه ولا مستويه على كده ولا لسه؟ مستويه على ابوها. ها؟ على ابوها. على ابوها اهو. احنا صايمين بقى، لسان طيب. اهو كل اهو مانجا هندي مستويه على ابوها وصديقه. صديقه كمان هي. التفاح بكام بقى التفاح؟ ايه؟ صديقه؟ احنا مصدقينك برضه، مصدقينك. صديقه. اسمها صديقه، مصدقينك. 8 جنيه. اهي. طب الفاكهه التفاح بكام؟ اهو ب6 جنيه تفاح. تفاح البلد ده؟ اهو بلدي ولا قراني حتى. والله احسن من بتاع ايران. اهو. طب احنا المفروض نبقى يبقى عندنا احنا مش اقل من ايران يعني؟ انا لا ما احنا مش اقل من ايران. مش اقل من ايران. يعني عاوزين الفاكهه تكون رخيصه للمستهلك خليها يعني. اهو. عشان الناس تاكل. الخوخ بكام بقى؟ ب5 جنيه. ب5 جنيه الخوخ. ب5 جنيه. ب5 جنيه الخوخ اهو. بلدي. تعال ندخل على الغالي بقى. اهو. تعال اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم. المانجا الفصل دي بكام؟ ب 20 جنيه. ها؟ ب 20. ده ب 20 جنيه؟ ب 20 جنيه. ها؟ ب 20 جنيه. بس غالية يا معلم دي شوية. ما لا مش غالية، دي فص، دي على أبوها. على فوق. أنت على أبوها. أنت كل حاجة عندك على أبوها. والله على أبوها أهو، ما هو كل المانجا أهي. جاية لك أهي. ودي برضه على أبوها. فص. دي نوعها إيه دي؟ أهي تيمور. ها؟ تيمور. تيمور. تيمور ب 8 جنيه. 8 جنيه. أهو. تيمور وهندي ب8 جنيه اللي هناك دي هندي برضه؟ البطيخ ده بكام بقى اللي هو الكبير ده؟ ب2 جنيه الكيلو. ليه بقى؟ فاخر جنيه. فاخر. ها؟ فاخر درجة أولى. دي مش قرعة يعني حمرا أكيد؟ لا حمرا وحلوة. حمرا وحلوة وناشفة. حمرا وحلوة وناشفة. حمرا وحلوة. طب القشرة بتاعتها سميكة ولا 100 ولا رية خالص؟ شوكولاتة. بطيخ شوكولاتة. أنت عندك الأصل يعني؟ شيليان جيزة. شيليان جيزة. يعني إيه شيليان بقى طيب؟ شيليان اللي هو الأصل الأولاني. جاي من قلبشو. أهو. جاي منين؟ من قلبشو.
ايه قلبشو يعني دي؟ بلد اسمها قلبشو. بلد اسمها قلبشو تبع الدهقليه. تبع الدهقليه. تبع الدهقليه. اهو اهو. يعني انت عندك عشان نروح ننتقل اللي برضه لتاجر ايه الفراخ والدواجن تاني هنا في سوق الغمراوي والارانب كمان. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه طيب. مبارك. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه بقى انت شايف اللي عندك كله بلد انت اهو. والابيض خلص الحمد لله. خلص الابيض الحمد لله. طب الاسعار بتاع الفراخ الدواجن عندك عامله ايه؟ لا الحمد لله احسن شويه عن الاول بكتير. في هبوط، في نزول مستمر. طب قول لنا كده بقى، ارصد معانا القفص كده. ده بكام وده بكام؟ ده ب 20 واللي تحت برضه ب 20 هو هو، واللي تحت ده ب 18 هو بلد المزارع، والاحمر هنا برضه ب 18. الابيض النهارده 16 جنيه عن الاول، نزل عن الاول كتير. طب دلوقتي انت في كلنا في مصر منتظرين ان الرئيس محمد مرسي هيشكل حكومه جديده وكلنا يعني منتظرين منه يكون رئيس الوزراء. في ترشيحات من بين الترشيحات ان وزير الرأي الحالي الدكتور هشام عنديل هو هيكون رئيس الوزراء. يعني ايه رايك في ترشيح وزير الرأي انه يكون رئيس وزراء مصر في الحكومه الجديده؟ احنا قلنا برضه زي ما قلنا في ساعه اختيار رئيس الجمهوريه، ربنا يولي من يصلح. برضه في الرئيس برضه الوزراء برضه نقول ربنا برضه يولي من يصلح. وربنا معاهم. طب راجل كتاجر الدواجن عاوز ايه من رئيس الوزراء الجديد؟ إراء الناس وراء الشعب. هو وراء الناس وراء الشعب. واتقي الله، يبقى يمشي بيرضي الله، يبقى مش عايزين اكتر من كده. عايزين واحد يمشي بيرضي الله. طب كده نشوف نتابع المعركه دي بتاع الفراخ دي مع بعضها كده. يعني في معركه شرسه، يعني تحطهم مضايق عليهم ليه؟ لانه معاهم ديك. معاهم ديك. هو اللي عامل كده. طب يا حاج بصراحه، الاقبال في رمضان على شراء الدواجن بيبقى على البلدي ولا على الفراخ البيضاء؟ لا على كله، على كله شامل. بس طبعا الفرخه البيضاء تحت الغلبان. الفرخه البيضاء تحت الغلبانين. والحمد لله برضه، بس برضه عامة في حالة ركود غير السنة اللي فاتت. بأمانة في حالة ركود غير السنة اللي فاتت. السنة دي في حالة ركود؟ عن السنة اللي فاتت بكتير. بكتير. طب إيه سبب الركود من وجهة نظرك؟ حالة البلد اللي أنت شايفها. طب دلوقتي الأمور هتستقر إن شاء الله. عندنا رئيس جديد. خلاص تقرير تم اختيار دكتور هشام منديل رئيس وزراء الحكومة الجديدة. الحاجات دي كلها من وجهة نظرك أنت كتاجر موجود هنا في السوق، هتأدي إلى استقرار الأوضاع ولا أنت مش متفائل؟ لا طبعًا استقرار الأوضاع طبعًا دي حاجة كويسة، يعني هتظبط الدنيا معانا كلها. البلد مستقر، الحالة كلها تستقر، الناس كلها تستقر، كله هيشوف شغله، كله هيشوف عمله، كله ربنا يرضيه. طيب كل سنة طيب. صحة سلامة. يعني ننتقل إلى مكان آخر هنا في سوق الغمراوي، إلى يعني تاجر اللحوم هنا في لرصد أسعار اللحوم في سوق الغمراوي. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ اخبارك يا معلم؟ عامل ايه؟ في خبر سعيد هنقوله لك دلوقتي حالا. لا سعيد. انت اسمك سعيد برضو؟ طيب الخبر السعيد ان الدكتور هشام قنديل وزير الري هو رئيس الوزراء الجديد. ما شاء الله كويس. دكتور هشام قنديل ده وزير الري كويس. طب انت توسمي في الدكتور هشام قنديل يعملوا لك انت تاجر لحمه اهوت وبيقولوا الحركه بطيئه ومفيش اقبال على الشراء، عاوز من رئيس الوزراء الجديد يعمل ايه؟ والله هو بالنسبه للحمه ان هو اولا طبعا مشروع البترول دوت هو اللي ينميه، لان هو سوى الحيوانيه كلها عندنا والانتاجيه ويعني وينظم بقى العمليه. يعني الى جانب الاهتمام بمشروع البتلو، ايه المفروض على رئيس الوزراء يعمله؟ خاصه طبعا احنا في يعني فتره مواسم كلها جايه ورا بعض، ايه اللي يعمله عشان يخفض الاسعار للمستهلك العادي ويحقق الربح ايضا للتاجر وللمستهلك ايضا؟ يعمل ايه يعني بالنسبه للحوم؟ يعني تقول لي سعر اللحمه عندك كام هنا؟ الكندوز كام والبتلو كام؟ الكندوز في حدود من 60 ل 65. وده السعر اللي هو ماشي فيه بقى له حوالي سنه ونص. وبالنسبه للبتلو بيتباع بعضه من 50 ل 60. دي الاسعار اللي هي ماشي. دي الاسعار. طب اسالك بصراحه حاج، يعني هل الناس في رمضان دوت مقبله على الشراء ولا انت شايف ان الاوضاع الاقتصاديه الناس ما فيش اقبال قوي؟ لا ما فيش اقبال قوي، هو بس كان اول الاسبوع الاخير من شعبان اللي دخلت رمضان، عشان طبعا اول اسبوع بيبقى كله عنده عزومات وكده، فالطلب زاد شويه.
لكن بعد كده خلاص يعني. لكن اللحمه لا غنى عنها يعني، يعني اللحمه لا غنى عنها، مش هتطلب النهارده هتطلب بكره. بس يعني هل استيراد اللحمه من الخارج خاصه من السودان او من اثيوبيا بيأثر على اسعار اللحمه البلدي هنا؟ انت كتاجر واكيد في السوق عارف وبتحس ان لما تجي يعني سلعه مستورده بتأثر على الاسعار. والله اكيد ان الاستيراد اللي بره دوت طبعا مثبت السعر اللحمه البلدي او مخليها واقفه عند حد معين مهما كان، لان ده بديل. لو البديل ده مش موجود الاسعار الكيلو اللحمه ده ممكن يوصل 100 جنيه يعني، ده يعتبر بديل. بس ده بيروح له ناس معينه، لان الجزار ده ليه زباين معينه والمجمعات زباين معينه والمستورات زباين معينه. فطبعا اكيد البدائل دي خفه شويه عن الاسعار اللي هي ايه. اسالك يعني حضرتك، انت اكيد تاجر وجزار وبتتعامل مع يعني اصحاب، يعني اصحاب اعلاف وصحاب معالف وبيعلفوا وبيسمنوا، هل مصر ما تقدرش ان هي تحقق الاكتفاء الذاتي ليها ولا لا؟ تقدر ونص. طب ازاي؟ قول له كده، وفره الانتاج. قول لرئيس الوزراء يعمل ايه عشان يحقق يعني الاكتفاء الذاتي من اللحوم لمصر. انت عندك ندره في السلع. انت عندك ندره في السلع البلدي، العجل البلدي نادر. بص الكاميرا. العجل البلدي نادر، عندك ندره في السلعه. فاحنا عايزين نزود الايه الانتاج. نزوده ازاي؟ ان احنا نعمل مشروع البتلو، وان احنا طبعا نوفر الاعلاف الى قدر المستطاع، ونحاول نشوف الحاجات اللي بتريح الفلاح ايه اللي نشجعه على التربيه. فاهمني؟ في الوقت نفسه نحد شويه من ذبح الاناث. مظبوط. عشان دي نقطه مهمه جدا، بس انا مش عايز اتكلم فيها لان هي ايه؟ لان هي مشكله كبيره جدا. دي مشكله يعني مش عارفين نحلها. طب ازاي انت يعني كجزار انت قلت حاجه مهمه جدا. يعني اشكاليه خطره جدا. عندي الاف الاناث يذبحوا يوميا. لان انا عندي النهارده الانثى دي هي اللي بتعمل لي الثروه الحيوانيه. هي الدجاجه اللي بتبيض البيضه. لما انا اذبح الدجاجه مش هلاقي البيضه. بالعربي الصريح كده. ذبح الانثى دي نقطه مهمه جدا. يعني ان قدر يمسكوها دي تبقى مسك ازاي، دي بقى هي المشكله كلها. كل سنه وانت طيب. يعني ما زلنا في سوق الغمراوي لرصد التغيرات ورصد اسعار السلع والخضروات، وايضا اجراء لقاءات مع السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ازي حضرتك؟ في خبر جه دلوقتي، خبر عاجل، ان الدكتور هشام قنديل هو رئيس الوزراء. رايك في هذا الاختيار ايه؟ ما نعرفش هشام قنديل، هو وزير الري. هو وزير الري. الدوله دي كانت عايزه واحد رئيس وزراء وواحد رئيس دوله قوي، رجل دوله، رجل دوله. محمد مرسي ما ينفعش رجل دوله. ما ينفعش رجل دوله لانه راجل ضعيف الشخصيه، بيمشيه الاخوان المسلمين هم اللي ممشيينه. لو شغال من دماغه يبقى كويس. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ خلينا دلوقتي يعني ايه المطلوب من الرئيس؟ مطلوب من رئيس الحكومه عشان الناس تهدى. المطلوب سيادتك عشان البلد تبقى كويسه، قانون الطارئ يرجع تاني عشان البلطجه اللي في الشوارع. ويجيب رئيس وزراء قوي زي الجنزولي ما كان شغال، ويجيب وزير داخليه، ويجيب فاطمه ابو النجا. دولك ناس عندهم خبره. فايزه ابو النجا. دولك ناس عندهم خبره وناس كانوا ماشيين كويس الثلاثه دول. طب احنا دلوقتي قدام امر واقع، في رئيس حكومه جديد. انا ما اعرفش رئيس الحكومه الجديد ده. هل هو اخوان مسلمين؟ هل هو سلفي؟ هل هو من القوى الثانيه؟ ما نعرفش هو اصله ايه. لسه راجل جديد كان في وزاره الجنزوري اللي هو الشاب ابو دقن ده وزير الري. ما نعرفش. ما ينفع رئيس وزراء؟ الله اعلم. ما يعرفش. هل هو من الاخوان المسلمين؟ ان كان من الاخوان المسلمين احنا رافضينه. هل هو من السلفيين؟ احنا رافضينه. وانا راجل مسلم، لان دولك اللي مشي الرئيس النهارده صفوة حجاز والجماعة دول. السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم. انت زعلان ليه؟ بركات. انا مش زعلان، انا مبسوط ان رئيس الحكومة الجديد راجل محترم وزير الري. انا فرحت اول ما قريت الخبر والله. قريته فين بقى؟ شفته في شريط الاخبار في قناة الاخوان 25 يناير. طب يعني ايه المطلوب من الدكتور هشام قنديل في المهمه الثقيله اللي هيتولاها دي؟ عايزين ناس عندهم شرف، ناس يعني نضاف، مش ايديهم طويله. انت شايف حضرتك البلد بقى شكلها ايه؟ عايزين ناس محترمين يعرفوا ربنا. انما في حرب شعواء على الاخوان وعلى السلفيين وعلى الدنيا كلها. مش عايزينهم ليه؟ عشان ناس شرفه؟
انت بتطالب انه يجب اعطاء هؤلاء الفرصة حتى يثبتوا مكانتهم. ايوه نشوف نجرب انما كده يعني برضو يعني النقد مطلوب، احنا في مرحلة جديدة وديمقراطية وحرية رأي. يعملوا حاجة يا استاذ، هما مش مدينه فرصة لأي حاجة، دي حرب شعواء، مش ممكن كده، مش ممكن، لازم يدي فرصة لبني آدم، شوفوا هيعمل ايه وبعدين احكم على افعاله. انما كده نقد، ده طلع ده نزل ده راح ده جه، مش ما ينفعش، حرام. فانا زعلان عشان كده، وربنا ينصرهم يا رب. طب انت في سوق الغمراء دلوقتي ايه الاسعار، عامله ايه اسعار الفاكهه، اسعار الخضار، اسعار اللحوم؟ معقول الحمد لله، ربنا عالم بالناس ومفروقه الحمد لله ماشيه يعني. خليك الحمد لله يعني، انت ما تزعلش يعني. متفائل، انا زعلان من اللي بيحصل، المجتمع كده بقى مقسوم، بقى كذا اتجاه، ما ينفعش. لازم نبقى باصين قدامنا كده ولينا هدف، انما نقعد نقطع في بعض ونحارب في بعض، بنعطل بعض كده، وهنفضل محلك سر نرجع ورا. فانا نفسي الناس تتقدم وتدي فرصه لاي بني ادم يعمل حاجه، يهدوا شويه. ايوه ونشوف بعد كده، نشوف ده احنا كنا عايشين في خرابه قبل كده. قلت عاوز ايه حاجه؟ تعالى هنا يلا رب. انت عاوز ايه؟ عاوز رئيس الجمهوريه؟ انا عاوز السيد رئيس الجمهوريه يباشر هنا، لانه ما فيش مراقبه ولا على الجماعه اللي هم بتوع الضمان، ولا على الناس اللي هي في بياعين بتستغل، وفي ناس قادره تجيب وفي ناس مش قادره تجيب. يعني في ناس بتاخد مرتبات كويسه وفي ناس في الضمان وفي ناس دلوقتي في رئيس في رئيس حكومه. انا من يوم ثوره 25 لحد وقتنا هذا الضمان ما قبضنيش. من شهر كام يا حاج؟ بقالك سنه ونص؟ من الثوره، من السنه اللي فاتت. تاريخ معايا لحد دلوقتي. ما قبضوش ليه بقى؟ ما قبضونيش، لا يقولوا لي لسه الفلوس ما جاتش، لا لسه رقمك ما جاش، لا لسه الموظف غايب. فما فيش مراقبة. فاحنا بنطالب من رئيس الحكومة الجديد انه يشدد الرقابة شوية. يسدد الرقابة شوية. وعلى الداخلية يشدد برضو الرقابة. طيب كل سنة طيب. وانت طيب. يعني اترككم الان مع هذه الصور التي تأتي مباشرة هنا من داخل سوق الغمراوي في منطقة المنيل في خامس ايام شهر رمضان المبارك.